بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة من كنوز النبي عليه الصلاة والسلام، طريقة تعامل النبي مع إنسان صالح جدا من الصحابة لكنه أخطأ خطأ، وخطأ كبير، خطأ ممكن يتسمى أنه خيانة. لكن كيف تعامل النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام؟ القصة أن حاطب ابن أبي بلتعة وهو أحد كبار الصحابة ممن شهدوا بدرا، واللي شهدوا بدرا من الصحابة يا جماعة من أعظم الصحابة عند الله ورسوله، لما عرف أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ناوي يفتح مكة، وده كان سر، سيدنا محمد ما كانش قايل أنه رايح يفتح مكة حتى لا تقام حرب أو أن قريش تتجهز فيحصل صدام. سيدنا محمد لا يحب الدماء، هو عايز يحافظ على الأرواح، فكان عايز يروح بجيش كبير بس من غير ما يعرفه حتى لا يحاربوه وتفتح بمنتهى السلام. فإذا بسيدنا حاطب ابن أبي بلتعة يبعت ورقة مع أحد النساء مكتوب فيها من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة، خدوا بالكم تجهزوا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاي ومعاه جيش لفتح مكة. هو ما كانش يقصد أن قريش تجهز جيش، بس كان عايز يعمل معاهم موقف فيه جدعنة علشان لما يقول لهم احموا مراتي وعيالي ومحدش يقتلهم لو حصل صدام أو حصل حرب، يبقى هو عمل معاهم موقف أو جميلة. فإذا بسيدنا محمد سيدنا جبريل يبلغه أن الورقة دي راحت، فيروح سيدنا علي بن أبي طالب بأمر من سيدنا محمد ويمسك المرأة ويطلع منها هذه الورقة وتيجي ويفتحها ويقراها النبي قدام الناس في المسجد. فإذا بسيدنا عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد خان الله ورسولهم، فسيدنا محمد يقول لسيدنا حاطب أنت عملت كده ليه يا حاطب؟ قال له يا سيدنا محمد أنا أهلي وعيالي هناك، فحبيت يكون لي يد يعني جميلة عند قريش عشان يحموا عيالي وما يقتلهمش أو ياخدوهم أسرى حتى لا تفتح مكة يا سيدنا محمد. فإذا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له عمر دعه يا عمر فإنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. كنز النهاردة كنز كبير قوي، أكتر من كنز. الكنز الأولاني زي ما في قصاص في الإسلام زي ما في رحمة وعفو. الكنز الثاني أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظر في دوافع المخطئ، لو كانت دوافع خبيثة كان ممكن ياخد رد فعل تاني، لكن الدافع وإن كان مش مبرر إطلاقا عن هذا الخطأ، لكن الدافع كان دافع نبيل، هو عايز يدافع عن مراته وعياله اللي مش عارفين يهاجروا وهم مسلمين، فحب يعمل موقف هو غلط فيه لكنه ما كانش يقصد إيذاء لأي حد ولا يقصد دم لأي حد، إنما التصرف ده طلع من قلب الأب اللي خايف والزوج اللي خايف على زوجته وأولاده. عشان كده صلى الله عليه وسلم سامحه المرة دي رغم إن هي خيانة كبيرة. أما الكنز الثالث والأهم إن إحسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. هذا الإنسان الطيب سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وقف مع النبي في أكثر المواقف صعوبة، غزوة بدر كنا 313 والمشركين 1000، وهو ضحى بماله ونفسه وكان ممكن يخرج ما يرجعش لكنه وقف موقف بطولي للإسلام، فهذا الإحسان شفع له عند الإساءة. ثلاث كنوز، رقم 1 زي ما في قصاص زي ما في عفو، رقم 2 طبعا في الأشياء التي تحتمل العفو، رقم 2 الدوافع لو كانت طيبة قد تكون دوافع الخطأ طيبة فنسامح الشخص لأن دوافعه مش خبيثة، أما رقم 3 إحسان المحسن قد يشفع له عند الإساءة. دي طريقة التعامل مع الأخطاء حتى لو كانت كبيرة من ناس طيبين وليهم تاريخ طيب. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.